Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana ya, baru aku yang unvlog. Nah, ketujuhku kali ini aku juga ngaji mana ya. Semoga bermanfaat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أتؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى سياتهم قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم يمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وباعوا بحق تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بدنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم فهم أمي فهم لا يرجعون أو قصب من السماء وبروا يجعلون أعصابهم في آذانهم من الصوائح حذر الموت وهم
الله محيط بالكافرين يا قاتل البرر يخاف أبصارهم أبصارهم كلما أعطى لهم ما صوفي وإذا أدلل عليهم قام ولو شاء الله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. الحمد لله. Semoga bacaan Al-Quran ini bermanfaat dan membuat hati kita. Saya kira cukup sampai di sini ya videoku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup kesehatan. Semoga kocok-kocok kakak selalu diparingi rezeki sisi rokah dan diparingi kelancaran. Bye-bye.